بأصابع ذكية امتهنت السهل الممتنع، وضعت نقطة راقصة على ورقة بيضاء لتكتب وترسم قصصا تجعلك تتمنى لو عدت طفلا. ضيفتنا تلملم جراحها في ورشات تزرع من خلالها البسمة على شفاه البراعم، ورشات رأت فيها الحل لامعا في عيون أطفال لا يريدون سوى وطن يتسع للجميع، أما هي فتريد أن يستعيد طفولة سلبت منهم. الكاتبة والرسامة جولنار حاجو، تفضلي. كان يا مكان بقديم الزمان، وبسارف العصر والأوان، لحتى كان نحكي ولا ننام؟ نحكي. كان في نقطة، كانت هالنقطة ساكنة على دفتر أبيض لأربعين سنة، وبيوم من الأيام قررت إنه تتحرك، وقامت عملت خط مستقيم. شافوها نقط من بعيد وإجوا لعندها، وقفوا مع بعضهم أربع نقط، عملوا شكل كتير حلو، عملوا مربع. أربع نقط تانيين عملوا شكل تاني مستطيل، وثلاث نقط عملوا مثلث. ضلت هالنقط تجي وتتجمع، تجي وتتجمع. وحدة من هالنقط داخت وصارت تدور تدور تدور، وقامت عملت شكل بياخد العقل. شو هو؟ دائرة. وقف المثلث مع المربع، وقام طلع شكل بيشبه البيت. اجتمعت كل هالأشكال مع بعضهم وبلشوا يعملوا أشكال. عملوا بنايات حديثة، وعملوا مستشفيات ومدارس نظيفة وحلوة، وعملوا حدائق فيها شجر وورد وزحاليط ومراجيح. ظلت هالأشكال تعمل أشكال، والنقط تتجمع وتتجمع وتتجمع. مجموعة من النقط عملت بنت، ومجموعة تانية عملت صبي، وصاروا رفقات. كل يوم هالبنت والصبي يفيقوا الصبح ويروحوا على المدرسة، بعدين يلعبوا رياضة وينزلوا عجنينة. كل يوم كل يوم كل يوم، وهالنقط عم تتجمع، وهالأشكال الجديدة عم تطلع. وبيوم من الأيام وهن وهالولاد عم يلعبوا، إجا ليل أسود كتير كتير أسود، وبلشت تطلع صوت انفجارات كتير قوية، كتير كتير قوية. النقاط تفرقت، والولاد خافوا كتير، صاروا يركضوا بدهم يروحوا على البيت. صاروا يركضوا يركضوا يركضوا، سمعوا صوت انفجار، لقوا شجرة تخبوا تحتها. ما في خمس دقايق صوت انفجار تاني، فتحوا عيونهم وإذ الشجرة محروقة. قاموا بدهم يكملوا الطريق، بدهم يروحوا على بيتهم. ضلوا يمشوا يمشوا يمشوا، وصلوا على البيت بس ما لقوا البيت، كان مدمر. ما في حل للمأساة السورية إلا بزوال الطغيان والتمسك بالحياة. الحياة لسوريا بالنسبة إلي هي أطفال سوريا. أطفال سوريا رغم المعاناة اللي عانوها، بس لسه في بقلبهم مساحة بيضة قادرة أنه تنملى بالألوان والأحلام. الدمار النفسي اللي بيعيشه الطفل على قد ما بيبين أنه كبير، بس هو قابل أنه يزول بسرعة، والعمل على بنائه هو العمل على بناء مستقبل سوريا. كل واحد فينا من مكانه إذا أدرك أنه هو عايش
بيقدر يبث الحياة لمجموعات صغيرة حواليه. سوريا هي السوريين. سوريا بتضل عايشة إذا ضلوا ناسا عايشين. وكل سواد مقابيله في بياض. قررت الدائرة إنه تصير قمر يضوي الليل الأسود. وبعد ما لعب الولاد تعبوا وراحوا على بيتهم ليناموا. وتوتة توتة ما خلصت الحتوتة. شكرا جزيلا جولنار حاجو على هذه القصة الجميلة. لا حل لمأساة السورية إلا